على حافة الطريق الاجتنابي بمنطقة حرازة، يستعد هؤلاء الشبان كعادتهم لاستكشاف موقع طبيعي جديد بولاية عامة. كما تفاهمنا كما رانا ضامنين نخرجوا، لو غيد هو في المقدمة، ونتمشوا اون جروب، نمشوا ان شاء الله. عندنا واحد المشية تاع ساعة ماكسيموم، هيا وان شاء الله نوصلوا للمنطقة اللي انا مشي. بدأت الرحلة. على مد البصر يوجد شجيرات رعوية وكثبان رملية. انطلق نحوها الشباب ورافقناهم، ورافقنا جميعا الفضول. خلال نصف ساعة من المشي تحت أشعة الشمس، توقف الشبان لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة المسيرة. رانا تمشينا شوية دركا رانا عند البطمة هذه هنايا، نروبوزو شوية دركا نشربوا الماء هتو، وغادي نكملوا طريقنا، غادي ندخلوا في ليدين ونشوفوا وين غادي نوصلوا إن شاء الله. بلغنا وجهتنا لننبهر بلوحة طبيعية من صنع الخالق. بحيرة تتوشحها الكثبان الرملية، مشهد استثنائي لم نعرفه من قبل. بالنسبة لنا كشباب، المسافة اللي قطعناها هذه راه فيها ساعة ولا مشي، وكنا رافدين العتاد نتاعنا تاع الجبل وتاع الاخر، يعني المكان يستحق اكثر من هذا، يعني ما شاء الله. احنا كجمعية رانا شاك فوا ننظموا هكا خرجات توثيقية باش نوثقوا هذه المناطق التراثية او السياحية. احنا دائما نحاولوا اننا نروجوا للسياحة بمنطقتنا عن طريق الصورة وعن طريق الفيديو. رانا متواجدين في منطقة لمباع اللي جاية تقريبا بين بلدية عين صفراء وسفيسيفا، جاية في جهة جبل مرغان. حنا رانا في واحد 5 سنين ولا ملي اكتشفناها، ما هي عاد نقصت شوية، نشفت شوية نظرا للجفاف اللي راه حق في المنطقة. وهاد الخطرة كاين منطقة شهدت تساقط أمطار. كاين بزاف مناطق في ولايه النعامه، يعني مناطق سياحيه وكما قال له خاص الواحد يزورها، يعني حاجه. وكاين مناطق مازالت تكتشف.